السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير منكم يسألني طلال قبل ما تصور فيديو انت ايش تسوي، وانت دائما يكون جسمك مليء بالنشاط والحيوية، انا اعلمكم ايش اسوي قبل التصوير. هذا اللي اسويه انا قبل التصوير. لا هذا الشيء يجذب الحماس ويجذب الحلويه. حلويه ايش حلويه؟ دقيقه انا لابس كت يا عمي، ايش في؟ فين جالسين احنا؟ نظام اليوتيوب الحين صار زي المولات، تدخل بلبس محتشم ولا الله يحشم عليك. ايش رايكم بلا بالبلوفر؟ ايه ذا روك سبونسر فلوس ها؟ اليوم يا جماعة الخير بنشوف المقلب حقي مع سلطان اللي قبل تقريبا 5 سنوات، وبنشوف كم مقطع لي قديم، واحد مع مؤيد بغدادي وواحد مع الشباب عرب بليرز اللي هم عبد الرحيم وسعود، فترقبوا القادم في الحلقة. بقينا جايب لكم تحت في الديسكريبشن تحصل الرابط فيديو هنا ولا هنا. لا تقصروا يا شباب، نبغى ندعم الناس، احنا زي عبد الرحمن هذا المطيري اللي هذا، ندعم الناس، ندعمهم ونطلعهم فوق، نخليهم ناس أقوياء وراح يكونون إن شاء الله مشاهير في المستقبل ويرفع الرأس. يعني ما بتسوون اشتراكات يا عيال ولا إيش؟ أيوة لايك اشتراك وتفعلوا زر التنبيه، زر التنبيه أهم 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 من الفلوس. ما هذا الحين جينا للكلام الكثير، صح ولا لا؟ هل الفلوس أنت مو أي شيء تبغى تشتريه؟ الحين سيارة مثلا، تشتري سيارة لازم تدفع فلوس صح؟ بدون فلوس ما إلا بالسرقة، والسرقة حرام ما تجوز لا السرقة. برضو سماعة مايك في سي لازم فلوس، فأنت تستخدم زر التنبيه، زر التنبيه يجيب لك كل شيء. زر التنبيه. خلونا نبدأ بالفيديو الأول اللي هو المقلب حق سلطان فيا. الله يسامحك يا سلطان، أنت سوى فيا مقلب. أنا ما بقول لكم إذا تمثيل ولا مو تمثيل، بس إن أنتم بتشوفون، أنتم محكمة ما لي شغل. لقينا الفيديو هنا بعد عناء طويل، ما ادري ليش طول عشان احصله. زبده 3 2 1 نبدا المقلب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله مستانسين دوم يا رب. قبل كل شيء حاب اشكركم. صلي على النبي يا سلطان، كم حكره شابك الله يهديك، حكره قد كذا. فين هذا؟ في شيء احطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف الحال يا شباب طيبين؟ اليوم جايب لكم مقلب جديد في طلولي. صلي على النبي يا سلطان، حكره اكبر من شعرك. 311 الف مشترك حبايب، والله قلبي كلكم من اولكم لاخركم، من اول مشترك لاخر مشترك، من اول مشترك لين اخر مشترك، من اول واحد قبل سنوات، من اول من زمان انت اللي اشتركت ايش فيه؟ قدم قدم يلا. وربي وربي احييكم، خضخض للسياره خضخضه. حفر هنا، كيف حالك؟ كيف الحال طيبين؟ والله الحمد لله. من الدخول هذا اللي كيف الحال؟ كيف الحال طيبين؟ كيف؟ واضح انه كذب، وانا ما اصدق المقلب هذا وما ابغى اكمل. ما ابغى يا شباب، مره مشوار يا سفر، هذا مو بيت. اخبار علوم؟ كله تمام؟ فيري جود. ذس حيطلع العيال صح؟ ايه اقبل اقبل هنا شوف كيف يطالع يا ولد حقارين. والله بنشوف هذا كيف هذا اصدمه اصدمه والله شوف كيف يطالع. تعال تعال، ايش بك تحقر؟ ها كيف حالك؟ اخبارك تمام؟ ليه تحقر؟ ايش هذا فصفص؟ ديني وقف ولد صغير، ايش بك تحقر؟ معك فصفص؟ هات فصفص. طيب ما تدري مين معايا؟ معايا طلولي، يعني اذا طلبت منك شيء حتى لو جوالك تعطيني جوالك، يعني انا احمد ربك طلبت منك بس فصفص. من زمان الى الان اي واحد انا اطلع معه يجعص على الناس لانه انا معه. تخيل معك طلولي في السياره، فكر انت شويه. يلا تبي شيء؟ وش بقى الدور هنا الاول؟ عيال حالتك كرم يا اخي من جد، يدونك فصفص والله مره كريم كذا صح؟ هنا 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 ايوه هنا ايوه هذه والله كان علي وصف. هنا 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 بالله ترى جايك وسيارة ما فيها أي بنزين، أما عاد ممكن في أي وقت تطفي. إي والله في محطة هنا أفرى ولا إيش؟ في محطة قريبة من هنا؟ وين؟ في قدامنا بالله. كم يعني؟ تمشيك كم؟ والله يمكن تطفي دحين. اه اي والله على استقبل انت في وقت تطفي. ترى مره ما نمشي لهناك لو نبغى ناخذ اشياء، ما يمدينا نمشي لهناك.
البيت صح؟ ياي ما يمدينا نمشي. انت قليل الادب حاليا بعد ما كبرت انت صرت تمشي يمكن 10 كيلو. تمشي كثير 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 تمشي كثير. يعني انت حاليا يوم كبرت يا طلال اذكرك يعني قصدي يعني اعلمك. انت صرت لياقة عضلات ترى صرت عضلات الحين. امشي كثير نقدم المقلب لانه انا بديت اتنرفز. بس 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 عراقي بطيء كمان يا الله. وشوف في تيشيرت ورا معلق. والله انا من زمان ما شفت المقلب هذا وما ابغى ازعل صراحة على نفسي. المقلب هذا حقيقي 100%. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ طيبين؟ في محطة قريبة منه؟ ايه هنيا. ايه هنيا. في محطة قريبة هنيا. ايه هنيا. هنيا يعني هنا. يعني هنا. هذا هنيا يعني هنا. هنياك يعني هناك بعيدة. انت ما تعرف لله هذا؟ ايش تبغى تثبت انت يا لودي؟ طلعت بشيء من بقالة؟ والله من جد. خويك هذا؟ صبر صبر صبر. خير 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 خير. ايش بك؟ ده ليه مسرع؟ خير خير يا هو خير بالله يا خير 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 يا خير. هو فين راح؟ ايه فين راح اخوي؟ ثواني باخذ غرض. طيب تخيل بالله يا اصحاب المقالب العظيمه انتم تخيل بالله تقلبت السياره وانفقش دماغي ودماغك والسياره راحت تالف. ايش استفدنا من المقلب البيض هذا يا سلطان؟ جاوبني انا قاعد اتكلم معك الحين. انت المفروض تتكلم معاي زي ما انا اكلمك تتكلمني يا بزر. حكرة امك الكبيرة حكرة قد كذا طالعة من عينك الحكرة. قال لك هذا يعني مؤثر؟ فمي صار مليان تراب. الله شكلك يا ابو حكره كبيره. هذا مقلب بزر. انت بزر لودي سوي. قال لك قربعتني ورا. انزل لي ذا الحين. ترى عمري كان 15 سنه. انزل لي ذا الحين. انزل. اذا انت انزل لي. انزل. تست علي وانا صغير؟ انا صغير عمري 15 سنه ما اعرف للمضاربات والاشياء هذه. كنت انسان يعني مدرسه بيت مسجد مقالب. الحين انا والنادي اخوان من ام واب. قفل المقلب. قفل. والله انا زعلان الحين. انا الحين متضايق. ما حتى ما ابغى اكمل فيديوهات زياده. نكمل نشوف الفيديو حق مؤيد بغدادي اذا بحصل ان شاء الله ما انحذف. ادور الفيديو حق مؤيد بغدادي قد سويناه زمان انا وهو وسعود. توقع عبد الرحيم معانا وتوقع ماكس اس دي. ما ادري مين كان معانا بس الفيديو مو موجود. توقع انه حذفه. بس خلونا نوقف الفيديو هنا لا ما نخلص الحين. نشوف هذا. نشوف الاسئله. نقرا كم سؤال كذا بعدين نقفل الفيديو خلاص. السؤال الاول يقول هل الالعاب راح تكون في نفس القناه ولا قناه ثانيه؟ احتمال في القناه هذا او احتمال تكون بثوث في التويتش. واحده من الثنتين. يا هذه بس دقيقه اخلص مو دقيقه ايش فيه قصدي بس اخلص غرفتي اللي فوق الملحق ونبدا ان شاء الله في الالعاب الممتعه. واحد يقول انت تدخن مالك شغل. ما ادخن بس مالك شغل. ايش دخلك انت ادخن انا مالك شغل يا اخي. انا حياتي الشخصيه مالك شغل فيها يا ابن حلال. واحد يقول ليش تلبس ايس كاب؟ لانه شعري زي الزفت. كيف تبغاني اشيل الكاب من راسي؟
شكلي ايه مقزز مقزز جدا. واحد يقول اقسم بالله انك اسطورة، انا ماني اسطورة، انا رهيب. الاسطورة انتهت من زمان، يعني زي التنانين، التنين مو اسطورة، التنين انتهى من زمان، انه اسطورة كان شيء قوي انسحب عليه. انا ما انسحب علي، انا 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 الصخرة ذراق. ما شفتني لابس هذاك الثور حق ذراق، انا ذراق صغير. تقابل مشاهدة لايك سبسكرايب شير. كان معكم طلال، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم التي هو بكرة. رجعنا لوين المجارية، خلي اللي فيها مكفيها كومنت لايك اشتراك الكريم اللي بديها كل يومين فيديو فيها. او تانكس ماما سيدا ما يحتاج بسوي لايك، لو تبغى تتحول شيتا.